دائما احنا تعودنا في اي انطلاق وقف في القناة. واذكركم من اي اول واحد يضع في الوقف لو ريال ولو نصف ريال ترى اللي بعده كلهم في ميزان حسناته ما شاء الله. لو اللي وضع بعده مليون ومليونين، من فتح الباب باب الوقف الان اللي حيتكلم عنه الشيخ ابراهيم الحسين، من وضع اول واحد كل الذين بعده في ميزان حسناته من غير ان ينقص من حسناتهم شيء. الشيخ ابراهيم الحسين تكلم عن الوقف وقفي الان الوقف اللي الان بندشن وقف جمعيه البر بالمغيرة. ممتاز ممتاز، حساباتها جاهزه يا الربع. تفضل. اي نعم. يا سلام. الاخوان قد اعلنا لهم قبل فتره لكن ما اكتمل الوقف. والان لعلنا نكمل كلامك مره اخرى. اقول الوقف هذا اشتغلنا فيه في برنامج السابق، برنامج الفرصة السابق ولا اكتمل الوقف، وودنا ان شاء الله ان نجتهد ويكتمل وقفهم باذن الله تعالى. فنبي همة الجمهور ووقفهم ترى بسيط يعني ما يمكن متبقي عليه تقريبا مليونين او مليونين ونص. ما شاء الله قليل. فقليل جدا لو يعني شدينا حيلنا. نسال الله سبحانه وتعالى لا يحرمكم الاجر. امين. ونساهم ونبادر. تدشينها الآن إن شاء الله وأول حلقة لها الآن إلى تقريبا 27 يوم ونبي نفرح إن شاء الله باكتماله إن شاء الله في أقل من أسبوع. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. طيب أنا أتمنى أشوف أول رسالة تجينا في تحويل على الوقف، والحسابات موجودة على الشاشة، وأيضا بين الفترة فينتي والأخرى تنزل لكم فيديوهات تعريفية ايضا عن وقف المضيرف، وخاصه اللي تابع برنامج الفرصه سابقا عنده خلفيه تامه عن وقف المضيرف. لكن اتمنى اني اشوف اليوم التحويلات على وقف المضيرف. اول شيء انطلاقه لكم في ميزان حسناتكم لكل من تبرع وضع ولو ريال، قلنا ولو نصف ريال، فكل ما تكثر والخير يبرك بركه، بتشوف باذن الله البركه في مالك وفي ابنائك وفي حياتك. وسمعنا ايضا في سمعنا قصص كثيره في البرامج الماضيه من الذين قدموا الصدقات، ماذا حلت بهم في حياتهم مع ابنائهم. ما شاء الله. الحمد لله. المال. وهذه فرصه صراحه، واتمنى ان شاء الله نشوف رسائل اكثر واكثر في وقف المضيلف. شاعرنا، نرجع لك شاعرنا الغالي.